كل أمل من رؤيتك. أيجب علي دائما أن أبحث عنك؟ آسف لإزعاجك. لا بأس، المهم أني وجدتك من جديد. لا أمل لك في لؤلؤة على ما يبدو. للأسف لا أمل أبدا. إذن لا مجال لك للاختيار. عفوا، يجب أن تقبل الوظيفة التي عرضتها عليك. سأبقى هنا، من الصعب جدا أن أنسى لخ عن الشاطئ. تعني عن تلك الفقيرة وفاء؟ والدها ريس. ريس البحر ليس برجل غني. نعم لا أنكر حبها، من الصعب أيضا أن أنسلخ عنها. تعال معي إلى المدينة، هناك سأعوضك كل شيء، سأنسيك حب هذه الفقيرة. لم أفهم. خلي يا بس، أنت تفهم، جميع الصيادين يفهمون سعي وراءك، يتحدثون في المقهى، يتهامسون، هم مندهشون بالفطرة، يقرؤون وجه المرأة، يعرفون ما بداخل قلبها. سيدة سناء، لنتكلم بصراحة، قررت ألا أذهب إلى المدينة. لماذا؟ لأني لن أتزوج منك. وتتزوج من تلك الفقيرة؟ نعم. هي حقيقية؟ طبعا وغالية الثمن. أما زلت تبحث عن اللؤلؤ؟ صدف هذه المنطقة فارغ. ولم البحث إذا؟ الأمل لجميع الصيادين التعساء. فكر يا باس، فكر مليا. لا أمل لك بحياة رغدة هنيئة إلا إذا قبلت الوظيفة. سيدة سناء، قد أقبل الوظيفة وأرفض الزواج بك. أقبل في بادئ الأمر متى أعود. علي أن أخبر أمي أولا. لا بأس، فكر مليا يا باسم. أنت هنا كمن يصطاد السمك بلا طعم. فهمت. أعود غدا، إلى اللقاء. مع السلامة. كثيرة هناك، صديقي عدنان يعمل بغسل سيارات ويكسب الكثير. وتتزوج من تلك الأرملة، جميع الصيادين يتهامسون عن علاقة حب تربطك بها. لا، من الصعب جدا أن أنساك بمثل هذه السهولة. اطمئني، سأعود لنتزوج ونقضي شهر العسل في مركب كبير، كبير جدا. ألا بالطبع إن أصبحت رئيسا. فرص النجاح هنا أفضل من المدينة. إذن لما لم يعد صيادون الذين هجروا البحر؟ هم هناك في كل شارع من شوارع المدينة. عدنان بالذات قدم لي لحما مشويا عند آخر زيارة. نعم. وعند العشاء وضعت زوجته أمامنا فروجا أكلناه نحن الثلاثة فقط. تصوري، ثلاثة فقط يأكلون في المدينة فروجا بأكمله. عدنان كان يحتفل بك. أبدا، الصيادون في المدينة يأكلون الفراريج المشوية كل يوم، كل يوم، تماما كما نأكل نحن العدس بالحامض كل يوم تقريبا. يبدو أن فروج المدينة رخيص جداً.